أهلا بحضراتكم كل متابعي ومشاهدي شاشة إكسترا نيوز في حلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم، واللي بنتابع فيه دائما مع حضراتكم أهم التطورات والملفات. في حلقة اليوم سنناقش بطبيعة الحال تطورات الملف الفلسطيني، وفي يوم إفريقيا مصر تحيي الذكرى 60 للقمة الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية في القاهرة. أيضا هذا سيكون ملفنا الثاني في حلقة اليوم. سنتطرق كذلك إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مسألة الأصول الروسية المجمدة وإمكانية تحويلها لدعم كييف، وسيكون لدينا نقاش كذلك حول بعض الزوايا المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية. على مدار ساعة إلا قليل سأكون معكم أنا حور محمد، والبداية من تطورات الملف الفلسطيني. مصدر رفيع المستوى وجود تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للقطاع. كما أعلن المصدر عن تنسيق مصري مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لمواطني القطاع. كما أكد المصدر رفيع المستوى أن قوافل الإغاثة المصرية بدأت في التدفق إلى غزة لسرعة احتواء الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع. نجحت الجهود المصرية في استئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ودخلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأفاد مراسلنا أن الشاحنات التي تحركت من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني. وللمزيد بشأن تدفق المساعدات نتابعه مع الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز في هذه الرسالة التي وفانا بها من أمام معبر كرم أبو سالم. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ما زلنا في هذه التغطية الخاصة لإكسترا نيوز هنا عند حدود التماسي مباشرة مع قطاع غزة، ولكن من نقطة جديدة غير معبر رفح، حيث معبر كرم أبو سالم الذي يظهر خلفي الآن، وهذه الساحة التي يتم إعدادها لاستقبال عدد هائل اليوم من المساعدات المصرية. الأرقام حتى هذه اللحظة تتحدث ما فوق 200 شاحنة مصرية ستعبر الحدود المصرية صوب قطاع غزة. كل شاحنة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنا، ورقم قياسي للغاية في أمس الحاجة إليه كل سكان قطاع غزة. ولذلك نسقت مصر أو ستنسق مصر مع الأمم المتحدة لدخول هذه المساعدات. لا يوجد طرف آخر إلا المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ستنسق معها مصر لدخول هذه المساعدات والذهاب بها إلى أماكن النازحين. لكن هذا لا يغني بأي حال من الأحوال عن معبر رفح ومعبر مصريين فلسطينيين خالص. عبرت عن ذلك مصر في أكثر من موقف، وأيضا السلطة الفلسطينية. أهمية معبر رفح رغم فتح هذا المعبر معبر كرم أبو سالم اليوم لدخول الشاحنات فقط أنه معبر للأفراد، وهناك عدد هائل من الفلسطينيين الجرحى والمرضى يريدون أن يعبروا إلى الحدود المصرية، لكن المعبر ما زال محتلا من قبل قوات الاحتلال الفلسطيني. وكذلك احتل هذا المعبر تم إغلاقه في 5 من مايو الحالي، وتم احتلاله في 7 من مايو الحالي بالإضافة إلى معبر رفح. لكن اليوم دخلت هذه المساعدات في ظل هذه الأزمة التي تتزايد مع الوقت، وأيضا بعدما فشل الرصيف البحري الذي أنشأت
وصلت الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تحقيق ما يمكن تحقيقه من وصول مساعدات دولية إلى قطاع غزة في ظل الاحتياج الملح والمتسارع لعدد هائل من النازحين الفلسطينيين الذين باتوا يتنقلون من مكان إلى آخر، وأن مقدمة المجاعة بالفعل قد ظهرت في عدد كبير من أحياء قطاع غزة، ونتحدث هنا عن المنطقة الشمالية. على كل حال هذه المساعدات التي تعبر على مدار الساعة اليوم محملة بعدد هائل من المساعدات بأنواع مختلفة من المواد الغذائية والطبية والدوائية والمياه وغيره وغيره، لكن أول الذي عبر اليوم كانت سيارات الوقود. لماذا؟ لأنها مهمة للغاية أن تعبر في هذا التوقيت الحرج، لأن تقريبا كل المؤسسات داخل قطاع غزة والحياة قد توقفت بسبب غياب هذا الوقود، وكانت إسرائيل أول ما قامت به عند وصولها إلى معبر رفح وتدمير المنطقة اللوجستية التي كان يتواجد بها المستودع الرئيسي للسولار، تم تدميره بالكامل. فبالتالي دخول هذه المساعدات المصرية اليوم سيمثل نقطة تحول إيجابية في حياة نحو 3 ملايين من سكان قطاع غزة. عوض الغنامي، إكسترا نيوز، من الحدود المصرية الفلسطينية. وشملت المساعدات التي دخلت غزة مواد غذائية ومواد طبية ومياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. المزيد نتابعه مع مراسل إكسترا نيوز الزميل عوض الغنامي. عادت الحياة مرة أخرى إلى معبر كرم أبو سالم بعدما توقفت لنحو 20 يوما بعدما قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذا المعبر في 5 من هذا الشهر، ثم عودت احتلال هذا المعبر وأيضا معبر رفح بشكل كامل في 7 من هذا الشهر، أي نحو 3 أسابيع. وهذه المعابر الحدودية بين قطاع غزة مع حدود الدولة المصرية مغلقة. مع الساعات الأولى لصباح اليوم عادت الحياة مرة أخرى، تدفقت المساعدات المصرية من جانب حدود الدولة المصرية في الاتجاه الآخر، لكن السؤال الأهم، من الذي سيتسلم هذه المساعدات عند وصولها داخل هذه الساحة التي سنقترب منها بعد قليل؟ هي المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لا غيرها. الآن هذه الصورة ونحن على مسافة قريبة للغاية، هذه ساحة كبيرة تستوعب عدد هائل من الشاحنات المصرية التي وصلت الآن في هذا التوقيت في الاتجاه الآخر، ثم بعد ذلك سيتم تفريغ هذه المساعدات على شاحنات أخرى والذهاب بها بعيدا إلى داخل قطاع غزة، حيث أماكن التجمع النازحين والأماكن المتضررة والتي هي في أمس الحاجة لوصول هذه الاحتياجات مع استمرار المأساة الإنسانية التي فاقت 7 أشهر حتى هذه اللحظة. نعود لطبيعة هذه المساعدات، ونحن هنا عند هذه نقطة التلاقي قطاع غزة مع الحدود المصرية. هذه المساعدات تشمل عدد كبير من المواد الغذائية بالدرجة الأولى وأيضا المياه، بالإضافة إلى معلبات ومواد طبية ودوائية وغيره من الاحتياجات الضرورية، كما هي الصورة خلفنا توضح هذه السيارات وما تحملها. لكن من أوائل السيارات التي دخلت اليوم هي السيارات الخاصة بالوقود، بعدما نفذ الوقود بشكل كامل داخل قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية وبات ملحا وضروريا أن يذهب الوقود في هذا اليوم إلى أكثر من جهة داخل قطاع غزة. المنظمات الدولية تحتاج ذلك بشكل ملح حتى تعاود عمل المركبات التابعة لها، المركبات والسيارات التابعة لمنظمات الإغاثة، وكذلك المستشفيات، وكذلك محطات المياه والكهرباء وغيره وغيره. فكانت من أوائل السيارات التي دخلت اليوم هي سيارات الوقود. العدد الكلي الذي وصل إلينا بالنسبة لدخول هذه الشاحنات نحو 200 أو أكثر من 200 شاحنة، أغلبها مساعدات مصرية تحركت من الجانب المصري صوب الحدود الفلسطينية. هي ساعات قليلة تفصلنا عن وصول هذه المساعدات إلى كل قطاع غزة، لكن حركة أو عودة الحياة اليوم إلى هذا المعبر، معبر كرم أبو سالم، تم بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع الدولة المصرية، وهو تنسيق مؤقت وليس دائم، لأنه حتى يتم التوصل إلى آلية أو صياغة لعودة معابر هذه المعابر للعمل مرة أخرى بعيدا عن احتلالها من الطرف الإسرائيلي، كما أكدت مصر في أكثر من موقف. هذا المعبر الذي دخلت إليه المساعدات اليوم لا يغني بأي حال من الأحوال عن عمل معبر رفح
المصري الفلسطيني، لأنه معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، أكدت ذلك السلطة الفلسطينية ومن قبل أكدت ذلك الدولة المصرية في أكثر من موقف. أهمية معبر رفح وضرورة أن يعود مرة أخرى لعدة أسباب، أولا لأنه معبر لعبور الأفراد، وثانيا لأن هناك عدد هائل من الجرحى والمرضى هم في أمس الحاجة للوصول إلى مصر ليتم التعامل معهم طبيا، وكذلك هناك أفراد الذين يعملون في المنظمات الدولية هم محاصرون الآن داخل قطاع غزة، فبالتالي هذا المعبر هو مهم للغاية لا يمكن الاستغناء عنه. ونتحدث عن معبر رفح بالدرجة الأولى، لكن معبر كرم أبو سالم اليوم بعد عدة أسابيع عاد مرة أخرى وهو ممتلئ في هذه الساحة التي هي أمامنا مباشرة بالمساعدات المصرية التي وصلت من كل المحافظات المصرية ومبادرات مدنية مصرية ربما أهمها حياة كريمة التي نالت قدر كبير من المساعدات التي دعمتها وأوصلتها حتى هذه الحدود التي نقف عندها بشكل مباشر. عوض الغنام، إكسترا نيوز، من الحدود المصرية الفلسطينية. ما زال حديثنا حول تطورات الشأن الفلسطيني مستمر، واليوم وزير الخارجية سامح شكري كان له لقاء مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل، حيث تناول اللقاء مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة وسبل احتواء تداعياتها ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة من جذورها. كما جدد وزير الخارجية سامح شكري التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ومشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية. وللمزيد من المتابعة والنقاش معنا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بحضرتك معنا يا فندم سعادة السفير. أهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. بالتأكيد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال الأشهر الماضية على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني أيضا الذي جاء في المقدمة، تحديدا هذه الجهود بدأت منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان على قطاع غزة، كيف ترى أهمية وتأثير هذه الجهود؟ يعني أنا أعتقد أن المرحلة الراهنة بتأتي في إطار المكالمة التليفونية التي تمت بين السيد الرئيس والرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس. المكالمة كانت مكالمة تناولت بالتفصيل وبعمق وبشمول كافة جوانب وكافة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتم التوصل خلالها إلى تفاهمات أخذت الرؤى المصرية والموقف المصري في الاعتبار. أهمية هذه المكالمة وما أسفرت عنه وما تخمخضت عنه من نتائج تكمن في أنها جاءت بعد أيام قليلة من تقرير صحفي لأحد فضائيات الأمريكية كان فيه تجني كبير على الموقف المصري وعلى جهود الوساطة المصرية. وجاءت هذه المكالمة من الرئيس الأمريكي السيد الرئيس لتضحك كل هذه المزاعم حول ما ورد في هذا التقرير. فحضرتك، أنا أتصور نحن على ضوء ما تم الاتفاق عليه في هذه المكالمة الهاتفية نحن على طريق احتمال التوصل إلى قرار أو إلى اتفاق مرحلي يتم بموجبه الإفراج عن مجموعة من الرهائن الإسرائيليين، ثم تهدئة أو وقف العمليات المسلحة ومع الإفراج عن سجناء فلسطينيين، أسرى فلسطينيين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبعد ذلك حضرتك الاتفاق على وقف دائم
لإطلاق النار، ثم البحث في إطلاق عملية سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين، أو كما اتفق خلال هذه المكالمة الهاتفية إيجاد الشروط الواجبة لتنفيذ الحل السياسي اللي هو حل الدولتين. أعتقد أيوة. سعادة السفير حسين هريدي، يعني لو تسمح لي بسؤال آخر حول الجهود المصرية في تحويل الرأي العام العالمي لدعم الجانب الفلسطيني، وحتى أن هناك دول قامت باعتراف بدولة فلسطين وأعلنت بشكل صريح أن حل هذه القضية بشكل جذري هو بحل الدولتين، كيف ترى الدور المصري وأثره في هذا الشأن؟ حضرتك يعني منذ 7 أكتوبر عام 2023 ومصر بلورت مجموعة من الأهداف ومجموعة من الثوابت، اتفق حصل شبه إجماع دولي على أهمية تنفيذها. كان طبعا هنبتدي بأنه فعلا حل الدولتين، أنه الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتأتى إلا بتنفيذ حل الدولتين. النقطة الثانية هو أنه ينبغي يعني الوقوف أمام أي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية. ثالثا أن هو يجب توفير كافة سبل الحماية للشعب الفلسطيني في غزة، وذلك يستوجب أن المعابر كلها تبقى المعابر اللي تربط غزة بالعالم الخارجي تبقى حضرتك مفتوحة. المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود والمواد الطبية تدخل قطاع غزة بدون أي عراقيل. كل هذه المبادئ حضرتك اللي مصر طرحتها من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة أصبحت حضرتك هي اليوم أصبحت هي محل إجماع. ورأينا عندما ربطت مصر في بداية الحرب، عندما ربطت مصر بين فتح معبر رفح أمام المواطنين الأجانب الذين دولهم تريد إخلاءهم من غزة، الربط بين ذلك وبين ضرورة إدخال مساعدات إنسانية في نفس الوقت عبر معبر رفح. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية قبلت واقتنعت بهذا الطرح المصري، وكانت حضرتك بالرغم ان هي في البدايه كانت دائما يعني بتطلب من مصر ان هي تفتح معبر رفح لخروج المواطنين الرعايا الاجانب من قطاع غزه، لكنها حضرتك يعني في ظرف اسبوع انتهجت الموقف المصري، وكانت دائما تقول مع ادخال المساعدات الانسانيه لغزه. وحضرتك يعني طبعا الموقع، احنا طبعا كلنا نتذكر مؤتمر القاهرة للسلام اللي كان اول مؤتمر دولي اقليمي عربي يعقد لبحث تداعيات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وطبعا ده المشاركة فيه كانت مشاركة حضرتك كبيرة، والوفود ألقت كلماتها، والسيد الرئيس تحدث امام هذا المؤتمر، ودي كانت أول مؤتمر دولي تطرح فيه مصر رؤيتها الشاملة بالنسبة لكيفية التعامل وموقفها الثابت أيضا سعادة السفير من هذه القضية، التي دائما ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها قضية القضايا، وهي أيضا قضية أمن قومي مصري. خليني أعرف رأي حضرتك أيضا سعادة السفير في المشهد الحالي في قطاع غزة،
يعني بالتأكيد بنرى جميعا الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، بالرغم من الإدانة الكاملة الموجهة لها. اليوم يعني رأينا اعتداءات ومجزرة أخرى تندرج تحت المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أماكن متفرقة من قطاع غزة. شهدنا اليوم مجزرة أخرى في مخيم جبلية. كيف ترى كل هذه الانتهاكات التي تمارس على قطاع غزة؟ وهل مع هذه الانتهاكات هل نحن قريبين من هدنة؟ هل نحن قريبين من يعني قرار وقف إطلاق النار؟ يعني حضرتك كما اتفقنا في بداية حديثي مع حضرتك، عنوان المرحلة الراهنة هي في نجدها في المكالمة التليفونية بين السيد الرئيس وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن. الإدارة الأمريكية حريصة كل الحرص على التوصل إلى اتفاق نار مؤقت يبدأ بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. دي أصبحت حضرتك يعني حرص أمريكي واضح، وفي المكالمة الهاتفية المذكورة الرئيس بايدن أكد على 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 ذلك. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا توافق على الطرح المصري للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام. وهنا بقى ده يقودني للسؤال الأخير اللي حضرتك طرحتيه حول الانتهاكات الإسرائيلية، وهنا بقى نقطة الخلاف الرئيسية أو التناقض الرئيسي بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي. الجانب الإسرائيلي بصفة عامة ونتنياهو وائتلافه الحاكم المتشدد من ناحية أخرى من جانب آخر يرفضون تماما استخدام تعبير وقف إطلاق نار دائم، يتحدثون عن تهدئة لكنهم لا يريدون على الأقل في هذه المرحلة الحديث عن وقف إطلاق نار دائم. لماذا؟ لأنه القضية حضرتك أنا يعني دخولهم رفح كان دايما بيبرروه أن هم يريدون القضاء على أربع كتائب تابعة لحماس في حسب معلوماتهم موجودين في الأنفاق في رفح. ده الهدف المعلن، لكن الهدف الغير معلن نجده في الخطة اللي طرحها نتنياهو في فبراير الماضي وتحدث فيها عن مجموعة من العناصر الحاكمة من وجهة نظر إسرائيلية لما ينبغي أن يكون عليه قطاع غزة خلال العشر سنوات القادمة. الملخص هذه الرؤية الإسرائيلية أو هذا الطرح الإسرائيلي هو أن خلال على الأقل لمدة العقد القادم يبقى لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على القطاع. وهنا دوت مدخلنا للحديث عن ما تقوم به إسرائيل في مدينة رفح. إذا إسرائيل في إطار هذه الرؤية اللي طرحها نتنياهو تريد السيطرة على كافة المعابر اللي بتربط قطاع غزة مع العالم الخارجي بما في ذلك معبر رفح اللي هو المعبر الوحيد اللي إسرائيل لا تسيطر عليه، لأن جزء منه كما تعلمين حضرتك يقع في الجانب المصري والجزء الآخر في الجانب الفلسطيني. فإسرائيل عندما دخلت مدينة رفح الهدف كان الوصول إلى معبر إلى الجانب الفلسطيني في معبر رفح ورفع العلم الصهيوني عليه، ثم التصريح بأن إسرائيل لن تقبل، أنا أنقل عنهم حضرتك إسرائيل لن تقبل بأي ترتيبات ما تكونش إسرائيل هي لها القدرة على التحكم في العبور في معبر رفح، وهذا ما رفضته مصر شكلا وموضوعا.
رفضته من حيث المبدأ، من حيث المبدأ لأنه قطاع غزة دي أرض فلسطينية ولا يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على هذه الأرض. النقطة الثانية أنه مصر ترفض تماما تواجد قوات عسكرية إسرائيلية على مقربها من الحدود المصرية. ثالثا أنه إدارة معبر رفح دي تخضع لإدارة فلسطينية مصرية مشتركة. ولهذا وهعود هنا بقى، اسمحي لي أفتح قوس، هعود إلى المكالمة بين السيد الرئيس وبين الرئيس بايدن. في هذه المكالمة تم الاتفاق على التوصل إلى ترتيبات مؤقتة لتشغيل معبر رفح حتى يتم التوصل إلى صورة نهائية من سيدير الجانب الفلسطيني. وكان واضحا أن مصر بتؤكد أن السلطة الفلسطينية هي التي تدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح. يعني من ناحية أخرى اسمحي لي بس اتفضل. من ناحية أخرى اتفق على أنه الإدارة الأمريكية الرئيس بايدن هيبعث بفريق أمن قومي أمريكي للقاهرة في موعد يتفق عليه بين الطرفين ليتباحث مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية على كل ما يتعلق بقى حضرتك بكيفية إدارة معبر رفح. كل هذا الكلام يدل على أنه موقف مصر حضرتك، موقف مصر المبدئي تم الأخذ به، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم تماما الموقف المصري، وهي بتبذل كل جهودها من أجل التوصل إلى ترتيبات لإعادة فتح معبر رفح بالكامل بعيدا عن سيطرة إسرائيلية، وده بيتفق تماما حضرتك مع المصالح المصرية ومع الموقف المصري. هو بالتأكيد الهدف هو فلسطين، هو الهدف القضية الفلسطينية، الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه. ويعني كان دائما الموقف المصري واحد وثابت وكاشف لكل المخططات الإسرائيلية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على كل هذه التفاصيل وهذا النقاش. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى ملف آخر، حيث قرر الاتحاد الأوروبي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في بنوكه البالغة 300 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية. وافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا. ويتعلق الاتفاق باستخدام الفوائد والأرباح الأخرى من الأصول، ولكن ليس الأصول نفسها التي سوف تظل مجمدة. وردت روسيا بشدة على هذه الخطط محذرة من أن أي محاولة لمصادرة أصولها ستعتبر سرقة وستؤدي إلى ردة فعل قوية من موسكو.
وللمزيد من النقاش والمتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. في البداية، كيف ترى الجهود الغربية لاستخدام أصول موسكو المجمدة لصالح كييف؟ لا، هو كمان كان في البداية العملية كانت أسوأ من كده بكتير. هم كانوا عايزين يصادروا كل الممتلكات الروسية أو كل ما هو موجود في روسيا بأي استثمارات أو حتى عقارات أو غيره لصالح أوكرانيا، لكن بأخيرا توصلوا لمسألة إن هم ياخدوا عائدات الاستثمارات الروسية اللي كانت موجودة المجمدة في الاتحاد الأوروبي، العائدات منها سيتم يعني إرسالها إلى أوكرانيا كنوع من الدعم أو لسداد صفقات سلاح لأوكرانيا، أو في يعني لو انتهت الحرب غدا مثلا يعني من الممكن أنها تستخدم في إعادة الإعمار. الفكرة دي هي نفس الفكرة اللي حدثت في فترة العراق، النفط مقابل الغذاء. النفط مقابل الغذاء كانت تخصم أموال من أموال النفط العراقي، هم سمحوا للعراق ببيع النفط بتاعه، لكن في نفس الوقت الأموال ما كانتش بتعود إلى العراق، قد بتروح يشترى بها أغذية أو أدوية أو تسدد بها يعني حتى من ضمن على فكرة يعني في إسرائيل 5 مليون دولار عشان بلكونة وياك، يعني كانت المسألة كده يعني. فطبعا المسألة مش جديدة، لكن يعني الجديد انه ده بيحصل مع روسيا، وروسيا دولة كبيرة والمبالغ ضخمة، يعني 300 مليار تقريبا، يعني مبالغ كبيرة جدا، والعائدات بتاعتها بالتأكيد هتكون يعني كبيرة، لكن ده كله أنا في تقديري الشخصي يعني بيؤثر كثير جدا على حركة الاستثمار مستقبلا في أوروبا وحتى وده في ربما كان سؤالي التالي لحضرتك دكتور نبيل، يعني انعكاس هذه الخطوة وكيف يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير للتوترات مع واشنطن؟ هو طبعا واشنطن تقريبا في مساعي لانها تقوم بنفس الخطوه، طبعا كل هذا سيؤدي الى عدم الثقه في الاقتصاد الامريكي وعدم الثقه في الاقتصاد الاوروبي، لانه طبعا المستثمر، اي مستثمر اي شخص بيستثمر او بيشتري اي شيء بيستثمر فيه في الدول الاوروبيه او الولايات المتحده هو بلا شك سيحجم عن هذا، لانه في حاله اي نزاعات سياسيه او عمليات عسكريه او اشياء من هذا القبيل من الممكن ان تصادر ممتلكاته، على الرغم من ان هذه الاستثمارات وهذه الممتلكات يجب ان يكون يعني لها نوع من الحصانة إذا كانت الدولة تريد تشجيع الاستثمار يعني فيها. طبعا بالنسبة لروسيا يعني ما فيش خطوات محددة من الممكن أن تتخذها روسيا إلا إذا كانت لهذه الدول بعض الممتلكات أو الاستثمارات داخل روسيا. وبالمناسبة يعني عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لها استثمارات في روسيا، وروسيا أيضا سوف تأخذ يعني خطوة يعني مضادة بحيث أنها من الممكن أن تصادر بعض الاستثمارات أو ممتلكات الشركات اللي موجودة أيضا عندها. ولكن يعني كيف تنظر إلى هذا الرد الروسي؟ يعني كما جاء في متن الخبر أنه سيكون هناك رد روسي قوي، لو ذهبنا مثلا إلى فكرة ما سترد به موسكو على مصادرة الاتحاد الأوروبي الأصول المجمدة لصالح مساعدات تقدم لأوكرانيا. لا يعني أنا لا أتصور أن الرد سيكون عسكريا أو سيكون في صورة هجوم عسكري على الإطلاق، لكن الرد زي ما قلت لحضرتك هيكون بمصادرة ممتلكات أوروبية واستثمارات أوروبية أيضا في المقابل. يعني هو من الممكن أن تكون الاستثمارات الأوروبية يعني والأموال الموجودة في روسيا من الممكن أن لا تكون بنفس القدر، لكن يعني المسألة من الممكن أن تكون هذه الخطوة المضادة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني أعتقد أن يعني روسيا أو
قصدي الأوروبيين أو لا، لم يصادروا ولم يستولوا على الممتلكات الروسية، ولكن العائدات إلى حين ما تنتهي الحرب طبعا والمسائل سيتم تسويتها. لكن في كل الأحوال هي طبعا خطوة غير جيدة، وخطوة تبعث على القلق من أن تستثمر أي دولة من دول العالم يعني أموال في الدول الأوروبية أو حتى في الولايات المتحدة. طيب بشكل عام دكتور نبيل، يعني أعرف من حضرتك قراءتك لتطورات الوضع في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا أنه موسكو بتحقق تقدم كبير خلال هذه الفترة وأيضا الفترات الماضية. حول حضرتك على حاجة، هو التقدم حققته روسيا بالفعل في الست أشهر الأخيرة، استولت على بعض المدن الصغيرة، أفدييفكا حاليا في شريط حدودي أو منطقة عازلة في شمال أوكرانيا في بالقرب من مدينة خاركوف الثانية أكبر المدن الأوكرانية. كل هذا يحدث، لكن يبدو لي أنه بعض يعني الإمدادات السلاح بعد الإقرار الولايات المتحدة للمعونة العسكرية اللي أقرتها ب 61 مليار دولار لأوكرانيا، الهجمات الروسية أصبحت يعني بطيئة إلى حد ما، ومع ذلك روسيا أيضا تحقق يعني بعض النجاحات في بعض المناطق، خاصة في الجانب الشرقي من البلاد وفي شمال أوكرانيا. لكن يعني مسألة حاليا في مؤتمر السلام سيعقد يوم 15 و16 يونيو القادم، يعني من الممكن أن يخرج هذا المؤتمر بتوصية، رغم أن روسيا لم تدعى إلى هذا، لكن يعني يقال أنه يعني سوف ما يتوصل إليه المؤتمر سوف يعني تخطر به روسيا، أو سيكون لدى روسيا علم بما يمكن التوصل إليه في مؤتمر كهذا. لكن حتى الآن ما فيش يعني أي مبادرات يعني ذات معنى أو ذات، هو الحديث الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي قال فيه إحنا ممكن نوقف القتال عند الخطوط الحالية وبعدين نتفاوض. يعني إذا ممارسات التفاوض لم تتلاشى في ظل هذه التطورات. بالتأكيد، وكل حرب بتنتهي أصلا يعني على طاولة المفاوضات، مهما كانت حرب شرسة ومهما كانت الخلافات فيها شديدة والعنف اللي ممكن يتلجأ له الأطراف، لكن في النهاية أي حرب بتنتهي يعني إلى مائدة المفاوضات، وفي النهاية كل طرف بيحصي قصدي يعني مكاسبه أثناء الحرب، واللي لديه أوراق أكتر واللي حصد مكاسب أكتر أثناء العمليات العسكرية هو بالتأكيد بتكون له اليد العليا. دكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش. خلينا نروح مع حضراتكم لملف آخر متعلق بأمريكا التي تتأهب لشن كوريا الشمالية عمل عسكري. تقارير أمريكية بتقول إن 6 مسؤولين أمريكيين كبار أعلنوا استعداد أمريكا لمواجهة العمل العسكري المتوقع الذي تخطط له كوريا الشمالية، والذي وصفوه بالأكثر استفزازا قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 والمقرر إقامتها في 5 نوفمبر المقبل. المسؤولين قالوا أيضا أمريكا لديها خطط طوارئ للرد في حال قيام بيونغ يونغ باتخاذ أي إجراءات عدوانية في المنطقة منزوعة السلاح والتي تفصل بين الكوريتين، أو قصف الجزر الحدودية الكورية الجنوبية، وهو عمل عدائي لم يسبق له مثيل منذ عام 2010. هذا الأمر بالتأكيد يفرض تساؤلات بشأن السياسة الخارجية الأمريكية ومواقف المرشحين سواء دونالد ترامب أو جو بايدن إزاء مثل هذه القضايا. ولمزيد من النقاش والمتابعة بينضم إلينا عبر سكايب الباحث في الشؤون الأمريكية دكتور ماك شرقاوي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك.
أهلا بك يا حور وأهلا بجمهورك الكريم. يعني دكتور تزايدت المخاوف في أمريكا وكوريا الجنوبية أيضا بشأن التهديدات العسكرية المحتملة من كوريا الشمالية، تعليق حضرتك يا دكتور على مستجدات الأحداث؟ هو بص يا حور، الولايات المتحدة الأمريكية بتستفز كوريا الشمالية. يعني في الفترة من 16 ل 24 مايو أمريكا حركت طائرتين من طائرات الاستطلاع الأمريكية الحديثة، بخلاف الطائرات الأخرى اللي موجودة على بعد 30,000 قدم في بتمر مفاق شبه الجزيرة الكورية، وده بالتأكيد استفزاز. كوريا الشمالية بتتهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بالتجسس على كوريا الشمالية وهددت بعمل عسكري. هل التهديد بالعمل العسكري يعني جديد؟ لا، هو مش جديد، هو قائم. وهناك يعني تقنية أو تكتيك موجود لدى الزعيم جيم إين أونج اللي هو زعيم كوريا الشمالية، لأن الموضوع مش موضوع حرب حديثة خاطفة. هناك 10,000 مدفعية ودبابة موجودة على الحدود كوريا الشمالية مع حدود كوريا الجنوبية. هذه المدفعية تستطيع أن تقصف إلى داخل العمق الكوري حوالي 100 كيلو، وهذه 100 كيلو يعني خلال 45 دقيقة من بداية إعلان العمليات العسكرية وبداية الهجوم من جيم كوم أونغ سوف يحقق تقريبا من 80-90% من أهدافه. الولايات المتحدة الأمريكية لديها 31,000 جندي في كوريا الشمالية ولدي كوريا الجنوبية، ولديها 100,000 أمريكي من المستثمرين وأصحاب الشركات والموظفين والأمريكان الرعاة الأمريكان داخل كوريا الجنوبية في سيول على مقربة من الحدود الكوريا الشمالية. فعندما تبدأ هذه العمليات يعني القوات عشان تسيطر على هذه القوة النيران الكبيرة من 10,000 دبابة ومدفع، ده مش هياخد مش أقل من 45 دقيقة. 45 دقيقة دي تكون تحققت خسائر كبيرة جدا على الأرض في كوريا الجنوبية. فيمكن بالتأكيد هناك خطة موجودة لاستهداف الأماكن الحيوية ومنصات إطلاق الصواريخ النووية. كوريا الشمالية يعني بعض الأقوال قالت 30 رأس وبعض الأقوال قالت 60 رأس نووي لدى كوريا الشمالية. فالصراع موجود ودائم، بس هو بيتجدد في مواسم، مواسم بتاعته وموسم الانتخابات بالتأكيد. وده يخليني أسأل حضرتك دكتور معك عن السيناريوهات المتوقعة، هل من الممكن أن نرى حوادث مماثلة لإغراق السفينة الحربية الكورية أو حتى قصف جزر بعينها؟ ممكن نرى هذا الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خلي بالك في خلفية الموقف هناك الصين. من يحرك كوريا الشمالية هي الصين. كوريا الشمالية بتعتمد بنسبة 95% من اللي بيخش لها في كوريا الشمالية من الحدود الصينية. لم يتخذ الزعيم الكوري الشمالي أي قرار قبل ما يستشير الرئيس شي رئيس الصين. فعندما تزداد وتيرة التوترات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، بنجد على طول الصين بتلعب بكارت كوريا الشمالية. دائما لما بتلاقي يعني هناك صراع بيكبر، زي مثلا قرار رئيس بايدن بفرض جمارك 100% على منتجات العربيات الكهربائية والطاقة الشمسية القادمة من الصين، ده هيرد عليه بالتأكيد الصينيون بإجراءات أخرى اقتصادية وأيضا إجراءات عسكرية. فالأمور دايما هتلاقي ورا الخلفية، ورا خلف الستار هناك الصين والزعيم شي هو اللي بيحرك كوريا الشمالية. حول كوريا الشمالية، اليوم اتهمت كوريا جارتها الجنوبية والولايات المتحدة أيضا بالتجسس الجوي وحذرت من انتهاك سيادتها، كيف ترى هذا الاتهام؟ هو يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتتجسس على العالم كله. احنا عندنا وكالة يا حور اسمها الـ NSA. الـ NSA دي دورها انها تسجل كل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل الاتصالات الإلكترونية من إيميل وترافيك على الويب سايتس في الإنترنت والتليكس وحتى كل الإجراءات القديمة والحديثة كلها بيتم تسجيلها وبتسجل بالك
وده كانت اشتكت منه قبل كده اوروبا، يعني انجيلا ماركل كانت اشتكت ان بيتم التجسس على تليفونها، وتم التجسس على الكثير من التليفونات الزعماء في اوروبا وفي دول العالم الثالث. فالولايات المتحده الامريكيه تمارس هذا الامر يعني باعتياد، تعتاد هذا الامر. فالطائرات الامريكيه هي استفزاز بالتاكيد من الولايات المتحده الامريكيه. يمكن ان يريد الرئيس بايدن ان يحرك الساكن حتى يستخدم كارت كوريا الشماليه في الدعايه الانتخابيه، وانا اعتقد العكس صحيح، ان كوريا الشماليه والصين ممكن يكونوا بيلعبوا بهذا الكارت ايضا في الانتخابات القادمه، لان احنا شفنا في ظل الرئيس ترامب كان هناك لقاءين مع الزعيم الكوري الشمالي، وكان هناك عبور للرئيس ترامب، وهو اول مره يعبر رئيس امريكي الحد الفاصل في المنطقة يعني المتنازع عليها بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. كان هناك حوار، وهذا الحوار بالتأكيد أسفر على نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية وأيضا مع روسيا. يعني لقاءات الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين بالتأكيد نزعت فتيل الأزمة، وإن كانت هناك أزمات دبلوماسية، وأكبر عدد دبلوماسيين اضطردوا في أمريكا وأوروبا كان في عصر ترامب، ولكن كان هناك حوار، وإذا كان هناك حوار مباشر بالتأكيد يمكن الوصول إلى تفاهمات. فيمكن أن يكون الضغوط الصينية كوريا الشمالية على إدارة بايدن في أن عندما يأتي ترامب سوف تعود الأمور إلى سابقها، ويمكن أيضا أن يكون الرئيس بايدن يريد أن يستخدم كارت التهديد الكوري الشمالي في الانتخابات القادمة، وأنا الاستقرار وأنا أو الفوضى. أعتقد أنه هو الرئيس بايدن برضو بيستخدم نفس عبارات يعني الإخوان. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الباحث في الشؤون الأمريكية دكتور ماك شرقاوي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل. اليوم بتحيي مصر الذكرى 60 لقمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 21 من يوليو لعام 1964 بمناسبة يوم أفريقيا. وقد نظمت وزارة الخارجية المصرية الاحتفالية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية وفي ذات القاعة التي استضافت قمة في عام 1964 بمشاركة كل من السفير حمدي سندلوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وسفراء الدول المعتمدة في مصر وأعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة. قد ألقى السفير حمدي سندلوزة نيابة عن السيد وزير الخارجية كلمة استعرض فيها دور مصر في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحولت فيها بعد الاتحاد الأفريقي وفي دعم قضايا القارة وعلى رأسها القضاء على الاستعمار والفصل العنصري، ومبرزة الأهمية التي حظيت بها قمة القاهرة لعام 1964 وما أسفرت عنه من نتائج أسهمت في دفع العمل الأفريقي المشترك وإرساء أسسه ودعائمه. ولمزيد من النقاش بينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. مرحبا بحضرتك يا فندم سعادة السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. الذكرى 60 للقمة الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية في القاهرة، ماذا تحمل هذه الذكرى في إطار العلاقات المصرية الأفريقية؟ لا شك أن مصر كان لها دور محوري فيما يتعلق بإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، هي إحدى الدول المؤسسين، وفي واقع الأمر هي إحدى الدول الرائدة في هذا المجال. كانت منظمة الوحدة الأفريقية معنية أساسا بحفظ التحرر من الاستعمار والحرية والاستقلال، وفي ظل هذه المنظمة تم استقلال ما يقرب من حوالي 32 دولة أفريقية كانوا عضو في هذه المنظمة. مصر إذن في هذا الصدد كان لها دور كبير جدا، أولا في استضافة مكاتب الحركات التحريرية الأفريقية ودعمها ودعم حركات التحرر على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية آنذاك. هذا الدور الحقيقة كان
كان الفضل الكبير له والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي يعتبر أحد المؤسسين والآباء لمنظمة الوحدة الأفريقية وللقارة الأفريقية. وفي هذا الصدد لم يكن الأمر قاصرا فقط على محاربة تمييز العنصري أو الفصل العنصري والتحرر والاستقلال لدول أفريقية، وإنما بدأ هناك اتجاه أيضا نحو إنشاء نوع من العلاقات الاقتصادية الأفريقية. ثم تبنت منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأفريقية في مرحلة لاحقة سياسة عدم الانحياز والتي كان لها تأثير كبير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، وساهمت لحد كبير في إيجاد نوع من التضامن والمشاركة السياسية والاقتصادية بين الدول الأفريقية، ثم بين الدول الأفريقية وبقية دول العالم النامي آنذاك. لا شك أن هذه الجهود كللت في مرحلة تالية لإنشاء منظمة الاتحاد الأفريقي في عام 2002، والتي كان لها نشاط أكبر وأوسع وأشمل من منظمة الوحدة الأفريقية. اليوم تضم 55 دولة أفريقية. كان لمصر أيضا دور محوري في إنشاء الاتحاد الأفريقي، ودور محوري تعظم وتنامى خاصة عندما ترأست مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. وكان هناك محاور عديدة لم تكن موجودة من قبل في دور الاتحاد الأفريقي، نعم، ساهمت فيها سواء كان على مستوى محاربة الإرهاب ومشكلة اللاجئين والإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، ثم أيضا على محور سياسي كان هناك دور محوري أيضا في معالجة القضايا السياسية في ظل مبادرات عديدة طرحت. يعني دائما ما بتتميز مصر بعلاقاتها المصرية الأفريقية. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من إكسترا اليوم. بشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم أنا حور محمد. إلى اللقاء.